اليوم ننطلق مع مؤسسة النقد العربي السعودي اللي أطلقت بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة برنامج التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة. يعني خلونا نتحدث أكثر وش التمويل المضمون. ينضم معنا على الهاتف الأستاذ محمد الحمزة مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي. حياك الله معنا. الله يحييك أستاذ خالد، السلام عليكم وشهر مبارك عليك وعلى السادة. علينا وعليك. خليني أبدأ معك، هذه البرنامج وهذه المبادرة كيف يمكنها أن تسهم في تحقيق استقرار مالي وكذلك وكيف يمكن تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ منذ بدأت الأزمة ونحن نتعايش مع عدد من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة المملكة بتوجيه مقام سيدي الملك سلمان حفظه الله وقيادة سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث نجد تعاون وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. وبالتوازي مع هذه الإجراءات الاحترازية شهدنا صدور حزم من الدعم الحكومي في مختلف الجوانب وأبرزها الجانب الاقتصادي والمالي. ومؤسسة النقد العربي السعودي انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي سبقا أعلنت عن إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بتاريخ 14 مارس والذي تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، ويتضمن ثلاث برامج رئيسية. البرنامج الأول برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر دون أي رسوم أو تكاليف إضافية. البرنامج الثاني برنامج تمويل الإقراض والذي يقدم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك وشركات التمويل. أما البرنامج الثالث فهو برنامج ضمانات التمويل من خلال تحمل مؤسسة النقد لرسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلا عن المنشآت. جميل. طيب نوضح. اي نعم، انا يهمني بعد اعرف يعني المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن تمثل 85% من الاقتصاد الوطني، يعني في ظل حالة الانكماش جراء الأزمة أزمة كورونا وكذا اللي يشهدها العالم كله والاقتصاد العالمي، واكيد ان اثرها بيكون عندنا يعني في المملكة، كيف يمكن هالمبادرات المالية انها فعلا تعزز فرص المشاريع الصغيرة انها تبقى اكثر في السوق المالية دون ان يكون عندها اي اختلال مالي؟ كما تعلمون المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ملاكها مواطنين ويعمل فيها نسبة كبيرة من المواطنين، والمؤسسة اليوم تولي اهتمام كبير بهذه المنشآت واستقرارها خلال هذه الفترة كي تكون جاهزة عند عودة النشاط الاقتصادي، تحديدا من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العام لهذه المنشآت وتمكينها من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. واسمح لي أن أوضح نقطة هنا، إلى أن المبادرات التي أعلنت عنها المؤسسة حاليا هي في مرحلة التنفيذ، وتقوم المؤسسة بالمتابعة والمراقبة لسير أداء هذه المبادرات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تحقيقها للأهداف المرجوة. طيب، يعني هل يمكن يقول أن هالمبادرات يعني اللي أنتم أعلنتم عنها واليوم بعد أكدتوا عليها في هالمبادرة أنها بتسهم في تحفيز رواد الأعمال يعني في ظل هالظروف الراهنة للبقاء بالسوق للعودة بقوة مجددا، خاصة في ظل ضبابية حتى يمكن الموقف العالمي يعني في تعافي الاقتصاد أو عودة الأنشطة بشكل عام إلى وتيرتها مثل ما كانت قبل؟ طبعا ما في شك بأنه هناك ضبابية بشأن تعافي الاقتصاد وعودة الأنشطة الاقتصادية وتيرتها المعهودة قبل الأزمة، وذلك ليس فقط في المملكة ولكن على المستوى العالمي أيضا. وأيضا نجد تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر الأسبوع الماضي يتضمن بأن الرؤية المستقبلية تعتمد بشكل رئيسي على مسار الوباء، وهذا يحتم علينا حاليا الالتزام بالإجراءات الاحترازية كي تنكشف هالغمة في أقرب وقت بإذن الله. جميل. أستاذ خالد، ودي أوضح بس نظرية تقول بأنه في عز الأزمات تكمن الفرص، واسمح لي بأن أستذكر مقولة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأن لدى السعوديين همة بحجم طويق، واليوم مؤسسة النقد من خلال هذه المبادرات دعمت منح التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما فيهم رواد الأعمال، ويتبقى عليهم تحديد هذه الفرص وارتقاء الهمم لاقتناصها. جميل، شكرا لك أستاذ محمد الحمزة مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي.